فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالياتي، كما تعلم سبحان الله اليوم كان في أمطار، ومواسم الخير تبدأ بالتباشير، مواسم الخير تبدأ بالتباشير، فأول البشرى مطر، وهذا فضل. وسبحان الله، أصلا الأجواء تتغير أول ما يبدأ دخول هذا الشهر الفضيل، وهذه واحدة من أسرار مواسم الخير والطاعات، أن الله تعالى يبدأها بنفحات، يبدأها بنفحات، فهذه أول النفحات. قريبا انت امام خيارين، خيار انك انت تنقذ نفسك بانك انت تصوم الصيام الصحيح، او تستمر بيأس على نفس الطريق اللي ما يعينك على شيء. الخيار لك، بس في خيار افضل، هو انك انت تكون جاهز عبر وجود خطة متكاملة تخطط فيها بكل يسر، ويحقق لك فعلا البركة والسريان وتدفق النعم على مستوى الروحي والنفسي والمادي. قواعد اليسر، محاضرة الاستعداد الطارئ لرمضان أجمل، واللي راح نقدمها يوم 22 مارس. لا تفرط في فرصة نجاتك والتغيير الأجمل اللي تحلم فيه. لتفاصيل أكثر أسفل الفيديو. سبحان الله، يبدأ الشهر أو يبدأ دائما مواسم الخير لها مقدمات، مواسم الخير لها مقدمات، وهذه المقدمات تليق بالموسم. فدائما دائما عرفوا إنه أي شيء يبدأ بالمطر، هذا حطوها كذا مثل القاعدة، أي شيء يبدأ بالمطر عرفوا على طول انه موسم الخير بدأ، موسم الخير بدأ. لماذا؟ لانه مرتبطه بالامطار الخير. والله تعالى دائما في الايات الكريمات يقولنا وانزل من السماء ماء، فنزول المطر يعني نزول الخير ونزول الفضل، ومعناته انه المرحله القادمه هي مرحله رائعه من حياتنا باذن الله تعالى، وانه الموسم القادم او الايام القادمه ما أيام عادية، أيام فيها من الأرزاق الكثيرة، وأهم رزق من هذه الأرزاق اللي هو رزق العتق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل. لكن الآن ممكن يكون في ناس تتساءل وتقول إنه كيف ممكن أقدر أنقذ نفسي وأنا التي قصرت في الأيام السابقة؟ واجد ناس يعني تتساءل كذا في نفسها وتقول كيف ممكن إنه أنا يعني أسوي مثل هذيل الناس اللي استعدوا وصار لهم شهور وهم يستعدوا، لكن أنا يعني كنت في صراع، وكنت دائما كأنه مرة أتقدم ومرة أتأخر، وكأنه مرة يكون يعني قوتي مرة تزيد ومرة تقل، وأحس كذا يعني خاطري. في ناس ممكن تقول أنا خاطري أشعر بهذه الروحانيات وبهذه الإيمانيات. بالنسبة لي سماعي، من يحب أن يسمع حبيبتي المتفائلة والإيجابية، الله يسعدك، لا بأس في سماعهم، لا بأس، احنا جالسين نقول كلام فيه خير ما فيه شر، وهذه المسألة فيها يعني ما عليه، من أحب أن يسمع فليسمع، لا بأس، لا بأس حبيباتي، لا بأس، إن شاء الله خير. دعوهم يسمعوا، دعوهم يتعلموا، حمو نقطع عليهم، ما نقطع عليهم فضل، ما نقطع عليهم باب الخير. الله يبارك فيكم جميعا يا رب يسعدكم. طيب، إذا الغاليات، إذا قلنا إنه أي موسم يبدأ ببشارات الخير،
ثم احيانا الانسان النفس البشريه تعرفوا النفس تتثاقل. ليش؟ لما تحس نفسها مقصره. اصعب شيء على الانسان انه هو يريد يقبل على شهر الخير بس النفس ماله كانه حاس انه انا خاطئ اكون مثل بقيه الناس، خاطئ اكون هذيل الناس اللي متحمسين اللي مستعدين، وخاطئ ايضا يكون استعدادي ما استعداد يعني محدود او استعداد بسيط او استعداد خلينا نقول استعداد يعني بسيط، لا نبغى استعداد مستمر. احنا قلنا في البداية بما ان موسم الخير فيه بشارات وبدايات، ايضا تعلمي مني خذي مني هذه الخطوات، وهي خطوات مدربة، لانها المرة انا راح اتكلم بصيغة شوية فيها من علم النفس، تمام، على اساس انه نجمع فضل الله تعالى الذي أخبرنا الله فيه في القرآن الكريم مع ما قاله علم النفس، على أساس يعني نشوف كذا نفهم أنفسنا وما يكون القرآن مجرد تطبيق عملي بدون ما نفهم، نفهمه شوية ونكون أقرب لأنفسنا. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا في هذه الآية؟ هذه الآية يعني الآية اللي الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيها عن هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب حبيبتي، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني أصلا خلينا نكون كذا صريحين وواضحين مع بعض، الله سبحانه وتعالى هذا الشهر كتبه علينا حتى نخرج في النهاية بالهداية. طيب إيش الهداية اللي يقصدها الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء، هدايتك لكل شيء، هدايتك لهداية النفس أولا، هداية الطريق، هداية الحلول، هداية الشعور، هداية التمكين. كيف يعني؟ يعني الله تعالى الأصل إنه نخرج من هذا الشهر كل شيء بالنسبة لنا يكون واضح. إذا عندي مشكلة خلاص عارف حلها، إذا نفسي تعاني من شيء خلاص أكون عالجته، إذا عندي نقص في حاجة معينة أكون كملتها خلال هذا الشهر زودتها، لأن الله تعالى قال هدى للناس وبينات من الهدى، عشان في النهاية لما توصلوا إلى نهاية رمضان يقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. إيش يعني تكبروا الله على ما هداكم؟ تعظموه. في ناس تقول لش العيد الله أكبر يعني العيد، لكن العيد متى يكون العيد عيدا؟ عندما تخرج نفسك من الظلمات إلى النور، هذا العيد، عندما تنقذ نفسك من النار إلى الجنة، هذا عيد، عندما يكون الإنسان كان عنده مشكلة وانحلت مشكلته، هذا هو العيد، هذا الذي يستحق أن نحتفل به وأن نكبر ونعظم الله تعالى عليه. ولذلك الفكرة كلها أصلا هذا الشهر حتى يصل الإنسان إلى حالة من الاستقرار، وما يكون الاستقرار إلا إذا عاد إلى الله والتزم بما قال الله وعاد إلى ما بدأه الله تعالى. الله تعالى ابتدأه بالخير، فالإنسان لما يعود للخير هو هذا العيد الحقيقي. طيب أنا الآن خلاص أحس أنه ما في وقت عندي، كيف أسوي؟ ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ طبعا إحنا إن شاء الله بيكون عندنا دورة تفصيلية كذا قصيرة بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بالتفصيل بالتفصيل، بس أنا بعطيكم كذا كما يقولوا تسريبات من هذه الدورة، تسريبات، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى أتنفعكم. لمن لا يستطيع حضور هذه الدورة بإذن الله تعالى تنفعه، ومن يستطيع أن يسجل بعدني أشجع.
إنه هو يسجل. ومن لا تستطيع إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه البيانات أو الخطوات اللي راح نقولها بإذن الله راح تعينكم. رقم واحد، توقفي عن وضع الخطط، خلاص ما في مجال للخطط. طيب إيش أسوي؟ لا تضعي خطة. أنت الآن خلاص أمام، يعني مثل ما قلش الآن حطي نفسك الآن أنت عند الباب، أنت الآن أمام باب، وهذا الباب خلاص ما في خيار، إما أن تقفي وتندبي حظك أو تبدأي خطوة الفتح وتفتحي. إيش معنى؟ معناه في ناس، ليش في ناس، في ناس تظن إنه إذا أنا ما استعديت، صحيح كل شيء جميل بالاستعداد يكون أجمل وحلو، لكن هذا ما معناته إنه أنا لما خلاص قصرت في الماضي أضيع اللي موجود الآن واللي أنا مقبلة عليه. لا تضيعي، لا تضيعي ذلك حبيبتي، أنت عندك فرصة الآن، وهي ماذا؟ ابدأ الآن. طب كيف أبدأ؟ نصيحتي ابدأي بالجزء المادي. كيف يعني؟ يعني شعوري بعده أنا باغي أدخل وأنا كل حماس، تبغي تدخلي كل حماس، جهزي البيت. واحدة تقول لي كيف جهزي؟ يعني ما تجهزي بالليتات وبالزينة وهذه الأشياء، لا حبيبتي ما تجهزي بالزينة، وإنما جهزيه بالتنظيف. لماذا؟ لأن التنظيف هو الدلالة التي تعينك على التنظيف بعد ذلك. كيف يعني؟ يعني إذا أنا شفت البيت نظيف استعدادا لرمضان راح أدخل في المود على طول، على طول. لماذا؟ تتوافق نفسي مع المكان الذي يكون نظيفا، فتتهيأ مباشرة، لأنه عندما ترى العين المكان نظيف وكل شيء مجهز مباشرة النفس على طول تتجاوب، تتجاوب. ولذلك إذا كنت ما مستعدة من قراءة القرآن، ما مستعدة من الاستعداد النفسي إلى آخره، تبدأ بهذه الخطوة من بكرة. عندكم بكرة آخر يوم، لا تضيعوا، لا تضيعوا، اجعلوه في تنظيف على الأقل. ما لازم يعني ما لازم كما هذاك يقولوا الاستعداد اللي هو يقولش روح تشتري أثاث جديد، روح تشتري، لا لا لا، فقط أن أجعل المكان نظيفة أو أعيد ترتيب الأثاث. واحدة تقول لي وش العلاقة؟ العلاقة يا حبيبتي إنه مود يتغير، المود، إحنا نريد ندخل مود طاقة رمضان، الطاقة الروحانية هذه، نريد ندخل في جو رمضان. أنا كيف أشعر إنه في جو رمضان؟ لما يتغير علي شيء حوالي، لأنه العين، العين هذه مدخل، مدخل لماذا؟ للنفس، مدخل للنفس. فإذا نظفت المكان، ها كأنه نفسي وش تقول؟ معناته في شيء جديد جاي نستقبله، في حاجة جديدة جاي نستقبلها. أيضا جهزي مكان الصلاة. طيب ما عندش مكان للصلاة، إيش تسوي؟ سجادتش خليها جاهزة، مسبحتش خليها جاهزة، مصحفش خليه جاهز. جهزي مصحف، نصيحتي عطريه إن استطعتي، عطري المصحف. سجادتش عطريها، مسبحتش إذا استطعتي عطريها. وأنا دائما أقول أجمل العطور اللي تعدل من مزاج الإنسان ونفسيته هو عطر المسك أو الورد، واحد من هذا الاثنين. جهزتي بارك الله فيك المسك أو الورد. طبعا واحدة تقول لي أنت جلسة تقولين أشياء يعني، طيب في ناس ما عندها، حبيبتي هي عطر عندك، ما لازم، ما لازم يعني تو انا اقول لك مسك يعني تروح تجيب المسك، ولا اقول لك المسك تروح تشتري لي اياه من عبد الصمد القرشي، لا لا، انا اريد باللي متوفر الان، لانه الحركه هي الان ايش؟ ابدا، ابدا الحركه هي معناتها انطلق. فكونك تنطلق يعني معناته انا مستعد، لا بأس. حتى لو، حتى لو جهز المكان، جهز المكان باللي يكون، حتى وإن إن كان لديك عذر شرعي، هذا ما يمنع إنه أنا أعيش. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الذي يتأثر، يتأثر المشاعر. أنا لما أشوف المكان نظيف، لما أسألكم سؤال، بالله، بالله عليكم،
لما يكون البيت نظيف ويكون البيت أصلاً جاهز، مو تحسي غير لما يكون البيت مبهدل أو نفس الترتيب، هيفرق، هيفرق تماماً، هيفتح لش النفس، هيعدش تقولي آه أنا عايشة روحانياً. أيضاً حاولي إنك أنت تخلي القرآن شغال في البيت، شغال قدر الإمكان، قدر الإمكان شغال في البيت. حاولي إنك غداً تقللي من الكلام، لا كله استعداد هذا مادي، قللي من الكلام. ماذا تفعلين؟ اجعلي لسانك رطباً بذكر الله، ما يكلف الشيء، حتى اللي عندها العذر ما يكلفها شيء أن تقول لا إله إلا الله، أن تسبح، أن تهلل، أن تكبر، أن تستغفر، ما يضيرها شيء، ما يأخذ منها جهد. الاستماع أني أفعل الأذن، أن أتحدث أني أفعل اللسان، أن أرى أني أفعل العين. وحبيباتي الأذن واللسان والعين كلها مداخل للقلب، إذا غذيتها بالشيء الصح على طول القلب يتجاوب، تتجاوب حبيبتي، يتجاوب مباشرة. فاللي ما مستعدها تلقى نفسها بدأت تستعد ودخلت في الجو، دخلت على طول. فالمسألة هي إنه أنا خلاص الحين وش من الخطط أنت تسوي؟ ما الخطط التي ستفعليها؟ لا تفعلي خططا، افعلي خطوة، دعي خطوة، دعي خطوة، يعني اعملي خطوة. مثل ما يقولوا ما تتكلم، لا تنشغل بالكلام، ما تقول يا ريتني، يا ريتني شو اسمه استعديت، ما قادرة استشعر وأحس إنه الناس استعدوا وأنا ما مستعدة، شوف فلانة ما شاء الله. لا حبيبتي لا، إذا جلستي تتحسرين ما بتتحركي، خلاص ما فات ماله فات، ما فات فات، ابدأي اعملي الحركة هذه. رقم 2، ركزي على نفسك. كيف يعني؟ يعني يا حبيبتي ركزي على، اهتمي بنفسك الآن، ما تقولي فلانة صار كانت تحضر محاضرات وأنا ما قدرت أحضر محاضرات، فلانة كانت تسوي كذا كذا وأنا ما قدرت أقرأ قرآن. يا حبيبتي شهر رمضان هذا كل واحد، يعني خلينا نقول كل واحد رايح بالسلة تبعه، بالسلة تبعه اللي يريد يملأها بالكنوز. فما تقلس، يعني لا تدخلي الشهر وانتي عايشة مشاعر الإحباط، مشاعر الحسد لأن فلانة غيرت أساس بيتها وأنا ما غيرت أساس بيتي، فلانة مسوية مصابيح وأنا ما رمضان ما يريد مصابيح، رمضان ما يريد منش مصابيح حبيبتي، رمضان لا يريد منك زينة. فما تجلس تشوفي هذه الأشياء اللي هي نسميها زخارف ما إلها قيمة، زخارف. النظافة أيوة مطلوبة، لأن نظافة المكان دليل على نظافة القلب، لأن القلب إذا رأى النظافة نظف، يعني تقمص المكان اللي يكون فيه. يعني مثل واحد إيش يقول لش هو في المسجد، في المسجد ويعرف أنه مكان طاهر، اللي في المسجد إيش يقول؟ ما يقدر يتكلم، ما يقدر يتكلم، يقول كلام إلا ما يرضي الله. إيش يستحي؟ ليش يستحي؟ يقول إنه المكان أصلاً له قدسية، مكان نظيف، كيف أنا أقدر أنطق كلاماً غير نظيف؟ طبعاً أنا ما أتكلم عن الناس اللي قلوبهم أصلاً ميتة، أنا أتكلم عن الناس اللي قلوبهم فعلاً تحب الله، إنه قصروا فيما مضى، قصروا. أيضاً ركزي على نفسك، يعني قولي هذا رمضان لي كما قال الله رمضان لي وأنا أجزي به. إذن أيضاً أنت قولي رمضان لي، يعني أنا ما بضيعه، ما بضيعه. فما تجلسي تقارني فلانة كم ختمت،
وكم بتخدم وكيف سويت، فلانة تصدقت وأنا ما تصدقت، فلانة عملت وأنا ما عملت. لا تضعي نفسك موضع المقارنة. ليش؟ لأن المقارنة إيش تعمل لك؟ تحبطش أو ممكن تحسدي، فلما تحسدي تحرمي الخير كله. إحنا ما نريد ننحرم، إن كنا قصرنا قلنا، إن كنا قصرنا فيما سبق لا نضع نفسنا موضع الحرمان، لا نحرم منه كله. كما يقولوا لو شجرة كلها مليانة برتقال، ها إذا ما جايب سلة على الأقل شيل في يدي، بس ما أخرج خسرانة، لأنه هي هذه المصيبة، ما أخرج خسرانة. طيب واحدة تقول ما جايب سلة، يعني توقفي تحط إيدك على خدش؟ لا، اقطفي بيدك الخير، اقطفيه، خذ الخطوة واقطفي بيدك اللي عند الشيلي، كما يقولوا شيلي المعول وفلحة بالضبط. فهكذا يجب أن نتعامل مع القرآن. خلاص شمري، ما تقولي ما جايب سلة، هذيك الساعة خلاص وقت إن أنا أجيب السلة تبعي عشان يعني جايب الاستعداد مالي عشان أنا أخذ، خلاص انتهى الآن تجلسي تتحسري. لا، ولذلك ركزي على إنه إذا أنا نفسي الآن مالي ومال غيري، ليش أنا قارن نفسي؟ ليش أقارن نفسي؟ ربما حبيبتي بسبب الجو، يمكن بسبب الطقس، فالشبكة أحيانا تتأثر بالطقس، لكن أنا واضح عندي إنه الصوت زين، الإرسال زين، ما أعرف حقيقة. طيب رقم 3، ركزي على الأهم وليس المهم. ركزي على الأهم وليس المهم، وهذه النقطة إذا 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 بإمكانكم تحط عليها 600 خط حطا. ليش؟ تعرفوا الإنسان لما يكون مقبل على رمضان كثير منا أصلا يستعد عشان الله تعالى يحقق له الكثير من الغايات، والغايات هذه غالبا ما تكون النفس تطلبها. طيب فيجي الشخص يقول لأني أنا ما استعديت زين، كيف بطلب، كيف بطلب من الله تعالى إنه يرزقني ويعطيني، وأنا يعني أصلا ما استعديت، وأحس نفسي ثقيلة، وأحس نفسي ما قادرة، وأحس نفسي إنه أحتاج إلى وقت وأحتاج إلى جهد. وفي ناس تعرفوش تقول أحيانا، تقول أنا عندي دوام، يا ربي بكون محرومة على طول، إيش على طول يحكموا على نفسهم. لكن هنا في قاعدة اللي هي ركز على الأهم. طب وش الأهم؟ وش الأهم حبيبتي؟ الأهم إنه ركزي على هذه بين قوسين، هذا السؤال، هذا السؤال ركزي عليه، كيف أكون ممن يحبهم الله؟ هو هذا الأهم. بس طرحي هذا السؤال دائما على نفسك، كيف أكون ممن يحبهم الله؟ أكون من المحسنين، أكون من المتطهرين، أكون من المتصدقين. طب واحدة تقول إنزين وش هو المهم؟ المهم حاجاتك، أنت حاجاتك مهمة، أنت تقبلين على الله لأنه لك حاجات، صح؟ بس في شيء أهم من هذه الحاجات، إيش هي؟ رب هذه الحاجات اللي هيعطيني هذه الحاجات، فركزي على هذا الشيء. يعني ويش؟ يعني إذا كان ما كان عندك استعداد، ما كان عندك خطة من البداية، ركزي قولي كيف يا رب أقدر أكون ممن تحبهم؟ اختاري لك أحد تلك الآيات التي يقول فيها إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله يحب المتقين. يعني في عند إن الله تعالى يحب، إن الله يحب الصابرين، كلها خير، كلها خير. ادخلي لله من باب واحد يكفيك، لكن أخلصي فيه، ركزي عليه. لا يكون شغلك الشاغل. يعني في ناس تعرفوا إيش تعمل؟ تعمل خطة مزحومة. لا تكوني، لأنه الإنسان له استطاعة، بس المهم ماذا في هذه الخطة؟ أن تكون صادقة، أن يكون فيها التزام، أن تكون صادقة ويكون فيها التزام. كيف أكون ممن تحب يا الله؟ كيف أكون من عبادك الذين تحبهم يا الله؟
لماذا؟ لأنه هذا الشيء يخليني أركز على إنه أنا كيف ربي بيحبني، إيش الشيء اللي بيخليني على طول مباشرة إيش وأطبقه. ما في داعي إنك أنت تركزي على إنه هتلاقي إيش نفسك، إيش تسوي نفسك، تكثرين من قراءة القرآن أوتوماتيك. ليش؟ لأنك أنت تسعين لماذا؟ لأن الله تعالى يحبك. فلا شعوريا ماذا تفعلين؟ ستكثرين من القراءة، هتدوري على جلساء مجالس ذكر، بتلقي نفسك أوتوماتيك، وتلقي الله تعالى فتح لك البوابات على طول، على طول فتح لك. فما تجلسوا يعني تلزموا نفسكم بجدول، ولكن الفكرة هي إنه التزم بما يجعلك في علاقة محبة بينك وبين الله. لماذا؟ لماذا ذا كله؟ لأنه ببساطة يا حبيبتي، إذا كان سعيك هو أن يحبك الله، والله إن النفس لأحب إليها أن يحبها الله للعلم. ليش؟ لأن النفس فطرت على محبة الله. وبعدين هتلقي النفس تقبل على ذلك، وبعدين حاجتك ستأتيك بشكل تلقائي، فلا تشغلي نفسك، ستجديها تجي بشكل تلقائي. طب واحدة تقول كيف بشكل تلقائي؟ ستجدي الله الذي يحبك سينطق لسانك فتدعين بحاجتك، ستجدي أن الله تعالى سيدلك إلى الصدقات حتى تدفعي ثمنا لحاجتك. لماذا؟ لأن أنت سعيش ماذا؟ أن تحبي الله تعالى. وللعلم عبادة تقوم على محبة الله هي من أجمل العبادات، لأنها ماذا؟ يسير معها كل شيء. على فكرة من يذهب إلى الله حبا، أول شيء سيعمل كل شيء رهبة ورغبة، رهبة ورغبة، هيشتغل على الجانبين صح. أيضا اللي يذهب إلى الله تعالى محبة لقيوه يبذل الشيء بدون ما يتذمر ولا يتعب ولا يتملل. ليش؟ أعطيكم ببساطة، أنتي لما تحبي إنسان ما تلقي نفسك أوتوماتيك تقدمي له شيء وأنتي النفس مالها طيبة، النفس مالها يعني سعيدة. فلذلك اجعلي هذا هو شغلك الشاغل، اجعلي هذا أهم شيء، اجعلي هذا أهم شيء، والله لن تجدي التعب. فما تحطي خطط، خلاص وقت. أيوة تفرفر صح حبيبة تفرفر تنطلق. كان أتذكر الأخوات لما مثلا الزميلات الله يذكرهن بالخير، لما مثلا واحدة زوجها مسافر دراسة ويرجع من الدراسة أو يرجع من التخصص أو الشيء اللي رايح مسافر، وتارك أولاده لفترات، وإنه زوج هذيك اليوم يجي عاد الحنة وعاد الشيء، استعداد استقبال، ما تقول تعبانة، والبيت يعطر ويرتب وتجيها طاقة من حيث لا تدري وتتكشخ. فكيف لا أفعل ذلك؟ كيف لا أفعل ذلك مع الله تعالى ولله المثل الأعلى؟ استعداد، خلاص أبدأ. هل تجلس تخطط؟ لو مثلا زوجك قال لها أنا بكرة جاي، تجلس تخطط مو أسوي ما أسوي؟ على طول تبدأ الخطوة مباشرة، تبدأها وتفعلها دون تردد. فركزي على الأهم، ربي بارك فيه يعطيك الله المهم، يعطيك إياه، أضمن لش. لماذا؟ لأن الله تعالى دائما عباده اللي يذهبون إليه محبة يكرمهم. فلا تفرطي، لا تفرطي، خلاص الأمر حسم. طيب رقم 4، عيشي بروح عالية هذه اللحظات. كيف يعني؟ تعرفوا سبحان الله في بعض الناس من كثر ما هم يفكروا يعني انه نريد نعمل كذا ونريد نعمل كذا ونريد نعمل كذا،
يدخلوا في موال اللخبطة والتشتت، وهاللخبطة والتشتت تشعرهم بعد ذلك بعدم التركيز. وعدم التركيز إيش يخليهم؟ يخليهم يقول لك فاتني كذا وفاتني كذا وفاتني مدري إيش. ليش؟ لأنه هو جالس مركز على إنه طيب إيش، كيف أسوي، كيف أعمل، مو أجهز، مو قلنا كثرة التفكير بالأمر تجعل الإنسان في حالة من الضيق. والله تعالى يبشرنا بهذا الشهر بالمطر، أروح أنا أستقبل رمضان بالضغط وبالغضب وبالعصبية، وكأنه في بعض الناس سبحان الله يعني قبل رمضان يزيدهم العصبية، يزدادوا العصبية عندهم. بتلاحظوا في ناس يزداد عندهم العصبية قبل رمضان فجأة. ليش؟ لأنه في واقع الأمر حتى نلاحظ هذا كيف يصير، صداع القهوة وإلى غيره. بس أيضا في شيء ثاني، عارفوا إيش يصير لما أنت تفتحي مواقع التواصل، مواقع التواصل تجي تفتح تلقى المجموعة كذا تدل تقول لش اعملي كذا، المجموعة الثانية تقول لش اقرأي القرآن، المجموعة الثالثة تقول لش محاضرة، وانت في وادش كل هذا ما فيش، ما قادرة، ما عندك وقت، مو تسوي. عشان كذا انا لاحظ انه اغلب النساء يوم جاء رمضان خرجوا من الجروبات، خرجوا. ليش 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 خربتوا، ليش خربتوا كلش واجد جروبات وهي في واقع الامر متضايقة لانها ما قادرة تنفذ، ما قادرة تنفذ. فايش تصير؟ تصير عصبية، تروح خارجة. طيب حارمة نفسك من خير كله، طيب على الأقل اختاري لش وحدة والتزمي فيها. ولذلك بتلاحظوا انه الكثير لا اذا كنتي داخلة وتستطيع انش انتي توزعي نفسك بين هذه المجموعات ما في بس خير فضل، من زاد زاد الله له. لكن مثلا انا ما اتأثر، ولذلك افوش يصير واجد من الناس ايش تسوي؟ بعطيكم حركة يسووها الناس، وش هي؟ قبيل رمضان إيش يسوي؟ يفتح ليش اليوتيوب، يفتح المواقع، يجيب جداول كثيرة، مفكرات وأقلام، ويزاحم كل فوق واحد، صح ولا لا؟ وأجيب هذا وأعمل هذا وأسوي هذا. طب ليش؟ وفي النهاية ماله؟ ما يسوي شيء في النهاية، كله ماشي شيء، ما بيسوي شيء. في حاجة اسمها وقت للمحاضرة، وقت للقرآن، وخلاص ما علي. لذلك اعزل نفسك عن كل ما يجعلك متوتر. بالضبط، ما تارس قونية. فليش احنا ايوة كأنه اختبار نهائي، فركزوا على الجودة. وين انا حس مثلا اعطيكم مثال، انا هذه محاضرات امل الجامعة ما احبها مثلا، يا أخي ما لازم، شوفي ليش واحدة ثانية، تمام؟ شوفي ليش واحدة ثانية وركزي معها، لكن داخلة مجموعة وما تستفيدي منها بلاش منها، عشان ما تعمل ليش توتر، ما تعمل ليش خلل، ما تعمل ليش تضارب، ما تعمل ليش تشتت. ليش؟ لأنه التشتت إيش يسوي؟ يخليش منفرة، وبعدين لما تكوني منفرة أصلا ما تقدر تتعبدي. الحلو في رمضان إنه أصلاً في روحانية الهدوء، سكينة. فإذا ما تقبلي عليه بسكينة ما تتوافق أنت وياه. أيوة، كما قالت حبيبة، إحنا ما في ماراثون، ما واحدة تقول أنت سبقني فلانة. في ناس يعني، أنا خبركم زمان زمان الجاهلية، يوم كنت في الجهل، يوم كنت في زمن الجاهلية، أنا كان يهمني إنه أنا أختم الختمة أكبر عدد ممكن. شو الجهل؟ ومرينا بذي المراحل، كلنا مرينا بذي المراحل. فمو أسوي كنت يعني، كنت كل ما أخلص ختمة كنت إيش أروح أخبر عندي زميلة يعني، وأروح أقولها خلصت. فأتذكر في رمضان من رمضانات السابقة، أنا كنت يعني سابقا هذا كان أيام الجهل، واللي هي القبصة اللي كانت تعتمد على الكم،
اللي كان تعتمد على الكم ما في تركيز. يعني كنت أقل رمضان 10 مرات كنت أخطب، 10 مرات في شهر رمضان. ما أقول إنه ما في فائدة، ما أقول إنه ما في فائدة. أيوة مسوي عمر شحطة حد كمان. ولكن في النهاية اكتشفت إنه العملية لا. طب أنا بماذا خرجت بعد رمضان؟ صحيح خرجت بكم من هائل من إنه نفسي أنا يعني يفترض إنه أدخل في رمضان بنفس تحتاج إلى تصفية عشان أخرج من رمضان بنفس المصفاة. هو ذا الهدف. استغفر الله العظيم. والله يا حبيبي ترى أنا أخبرك حاجة، خبرت عن حاجة، أخرج من رمضان ذاك المصحف يمكن شهر ما أمسه عدت مرة ثانية، ما أمسه عاد يبغالي شهر إلين أمسه مرة ثانية. سأل الله تعالى العفو والعافية وغفر لنا ذاك الخبيث وكنا نخبصه صدق. يجيب استغفر الله العظيم، الله يصلحك، تذكرنا بالخبصات ونخبصهم صدق. والله أنا أكلمكم من تجربة وأريدكم ما تعيشوا تجربة هذه. ممكن هي صغار كنا يعني حبيبة خلى عني شو ستر علينا، الله يستر علي ستر علينا. الله يسعدكم يا رب. المهم الخير كله يكون في إنه أنا ما إيش أسوي، ما أزاحم نفسي عشان ما أتوتر ولا أضع نفسي. أيضا مثلا أنا عارفة مثلا في بعض الأشياء تخليني أتوتر، ليش أحط حال نفسي أشياء توترني؟ عارفة إنه مثلا إنه وسائل التواصل توترني، خلاص ماشي وسائل التواصل اتخذ الخطوة، خلاص اتخذها. عارفة إنه يعني مثل ما يقولوا إيش، عارفة إنه مثلا هذا الشخص إذا جالسته إذا ما أدريش يخليني أغضب ويخليني أطلع من طوري. لا، ابدأ بالابتعاد عن هذه الأشياء. ليش؟ عشان تكون نفسيتي متوافقة مع إيش؟ مع نفحات رمضان، مع نفحات رمضان، حتى يكون في توافق. هذا التوافق راح يساعدك إنك أنت تكوني إيش؟ منسجمة في لحظات رمضان. ولذلك المهم ليس أن تجعلي جدول مزحوم، ولكن هناك لحظات وأوقات اسمها وقت للقرآن، وقت للمحاضرات. واحدة تقول لي هل يعني نلتزم بمرشدة واحدة؟ لا، أنا ما قلت لك تلتزمي بمرشدة واحدة، ولكن تجعلي وقتك يعني مقسم تقسيمه صح، مقسمتنا تقسيمه صح. شوية أسمع محاضرة من فلانة، شوية أسمع محاضرة، بس المهم إنه إيش أسوي؟ إنه أنا ما أخرج خالية، وأخذ وفق ماذا؟ وفق ما يعني ييسره الله لي من تيسير. بس ما أجلس أتذمر، ما أجلس ألوم نفسي، ما أجلس أقرعها، وإنما أدفعها للعمل دفعا وأشجعها. أيوة، أحلى شيء قالتها وجملة قالتها أم أمل. الله يبارك في أمل، وإن شاء الله يا ربي أمل تكون لك أمل. شوفوا عاد أنا توعد تتملق حال أبو اسمه أمل، ولا بنت اسمها أمل، وجلست تفشر. يا أخي كيفي حبيبة، كيفي خلينا تفشر يا أخي شوية، لازم تقطع علي. طيب قالت سؤال جميل جدا، قالت نحن نخاف من التقصير. أيوة، لا تسمحي للخوف. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر الأمان، إياك لا تخافي من التقصير، بل إذا قصرتي شدي الهمة وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله وانطلقي كملي مرة ثانية، كملي. المهم لا تجعلي نفسك تحت التقريع، ما تتقرعيها، لأنه إذا قرعتيها ما بتتحركي. فأنت إيش المطلوب منك؟
إنه إذا أنا قصرت أعيد من أول، ما أستسلم، ما أقف، ما أجلس ألوم نفسي، لأن اللوم لن يوصلك إلى مكان، ما راح يوصلك إلى بقعة، ما راح يوصلك إلى بقعة. إحنا قلنا إحنا باغين إيش؟ نأخذ من الخيرات، نأخذ من الخيرات باللي موجود معي، بالأدوات اللي موجودة معي، الظروف اللي موجودة معي، صحيح الإنسان يشد حيله ويركز ويكثر، لكن مثلا واحدة خلينا نقول طبيبة، طبيبة دوامها أحيانا تكون مناوبة يا عيني، هل نقولها لازم تقرأي شو اسمه تقرأي جزء، هل نقولها يعني اعملي شو اسمه هناك خلوات أو قيام الليل؟ لا، يعني كل يقيس على نفسه، فما تجلسي يعني تقولي لا أنا أريد أكون مثل فلانة. حبيبتي الله تعالى ييسر لك وفقك، واتقوا الله ما استطعتم، أنت هذه استطاعتك، والعمل عبادة، ضعي فيه النوايا عشان ما تخسر رمضان، أيضا في عبادة في عملك اكتسبي وأنوي أجرها وفضلها وخيرها وبركتها، وأن الله تعالى يبارك لك في هذا العمل ويقبله لوجهه خالصا. لكن هي الفكرة ما تجلسي تلومي نفسك. طبعا كل أيوة الإنسان يبقى الأفضل، لكن أيهما أفضل، إنه أنا أجلس أتحسر ولا أعمل بما لدي، أعمل بالإمكانيات، هذه إمكانياتي، وين أفضل؟ أفضل إن أعمل. ولذلك ما نجلس نلوم أنفسنا. مثل ما قلت لكم، تجنبوا أن تكونوا في حالة مزاجية سيئة في رمضان حتى لا تخسروا الخير. أيضا كن واضح. كيف يعني كن واضح؟ معلش إحنا الآن عندنا بقلنا يفصلنا بإذن الله تعالى يوم واحد عن رمضان، إيش تسووا؟ كثير من الناس مو تحط 600 هدف، 600 دعوة كله تجيبه، ومن الخير كله في النهاية وش تسوي؟ في النهاية وش تسوي لما تجيب 600 هدف؟ أريد أختم القرآن كذا وكذا، أريد أتصدق كذا وكذا، أريد أعمل كذا وكذا، أريد أغير من السلوكيات كذا وكذا، أريد علاقاتي كذا وكذا، وفي النهاية ما تسوي شيء البر. نفس الشيء في ناس أيضا تحط دعاء، مثلا تقول لك اليوم أنا بدعو الله تعالى يعطيني رزق مالي، تجي إيش تسوي اليوم اللي بعده؟ لا 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 أنا أريد الرزق المالي يكون عبارة عن كذا وكذا وكذا. تجي اليوم ما عارف أنت وش تريدي بالضبط، أنت داخلة على رمضان ما عارفة، ولذلك داخل رمضان مثل ما قلت لكم ركزوا على الأهم وليس المهم. كل ما كنت واضحة أنت داخل رمضان لماذا، كوني واضحة إيش اللي تريدي بالضبط، ما الذي تريدي؟ أريد أن يصلحني الله، أريد هداية، والله إن نويت الهداية وأردت الهداية ليعطيك الله الهداية. لكن واحدة تقول لك باغية فلوس، باغية بيت، باغية ذرية، باغية هداية، باغية يعني شوية، باغية إيش؟ باغية أدعي على في واحدة من المرات من يومين تقريبا، طبعا ظهر، أنا ما أريد أشير إلى شيء، لكنه في ناس إيش تقول يعني لما ما يعجبهم شيء من الأمور التي تحدث إيش يقول الوعد رمضان. إيش يعني الوعد؟ يعني بندعي عليك في رمضان، أنت أول قوم صلي بعدين ادعي على اللي ظلمك. يعني في ناس تقول الوعد في رمضان 24 ساعة تحت ذاك الانستغرام والواتساب وما أعرف إيش، وقالت تقول الوعد في رمضان، أنت أول عرف رمضان.
اعرف رمضان. والله أغلب الناس تحت التعليقات شيء ما عاد منهم الموعد رمضان، شوف كم دعوة جاتك، بس خلاص على أساس إنه على أساس إنه إيش، خلاص هم بس قالوا الوعد في رمضان هذاك الشخص بس، يعني ما يعني خلاص بيتكسح لو اللي 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 دعيوا عليه. ما كذاك ما كذاك، الله يبارك فيكم، ما ينفع. الأصل أن يكون هدفي خير، ما أنت أصلا هذا اسمه شهر الخير والقرآن خير، شهر القرآن، فكيف أنت كل اللي تفكر فيه أدعي على فلان، أنتقم من فلان، وأريد الدنيا وأريد ما فيها، لا ينفع. هو اسمه شهر الخير، وأي خير؟ ما الخير الذي يريده الله لك؟ يريد الله لك الآخرة، مو يعني الآخر، يعني يريد لك الأشياء الأدوم، يريد لك نفسك، يريد لك نفسك أن تفوز بنفسك، يريد أن نفسك هذه إذا فازت تراك فزت فوز عظيم، لأنه إذا النفس صلحت خلاص باقي الأشياء تصلح، لأنه أصلا الله تعالى يقول لك أن لو استقاموا، ويقول لك أن لو اتقوا أنزلنا عليهم بركات، بركات تتنزل عليك. فهي المسألة الله تعالى يريدك أول شيء تنشغل بهذه، ما لك وما للخصومات، هذا ما شهر خصومات، ما شهر أنتقم من فلان وفلان، باغي تنتقم منه تحسب وقل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما تشغل نفسك بروح أدعي عليه، بروح أدعي عليه، وشاغل نفسه بذاك الحقد، ولا هو دعا ولا هو استمتع ولا هو شيء، أو أنه شغل نفسه بتلك الدعوة فقط. فعلا كل ما نحتاجه هو أن نرجع إلى الله تعالى بقلب سليم، فإن رجعت بقلب سليم خلاص انتهت كل مشاكلك، انتهت أصلا كل مشاكلك، انتهت كل مشاكلك، التغت. لماذا؟ لأن ما في شيء مثل سلامة القلب، سلامة القلب يأتي بعدها الجنة خلاص، ومو يعني الجنة، أي كل خير تريده في الدنيا وفي الآخرة تحصل عليه. الله تعالى يريد لك الشيء الدائم، لا يريد لك شيئا منقطعة. لذلك كن واضح، كن واضح بالضبط وش تريد، خل عنك الخصومات، خل عنك المشاكل، خل عنك الحاجات، اجعل لك حاجة اللي هي من أنت، أنت خلي رمضان هذا مثل الغربال، إيش يسوي؟ يغربلني ويزيل مني كل شيء لا أريده، فيصلح الله لي نفسي كلها وشأني كله. مشخل زين كما قالت حبيبة، مشخل مشخل يشخل كل شيء ما نريده، فانصلح النفس. فإذا عدنا إلى يعني عدنا إلى الله بنفس صالحة مصلحة خلاص أبشري، والله العظيم إن الله تعالى يعطي دون سؤال ما دمت تذهبين إليه رهبة ورغبة. فكوني واضحة بالبداية. أما أنا أجلس في ناس تقول ليش، هل أكتب كل دعواتي؟ هل أكتب كل دعواتي؟ طبعا هي ما في حاجة اسمها ممنوع، ما في حاجة اسمها ممنوع، ما في حاجة اسمها لا ما تكتبي كل دعوات، لكن بالله عليكم أنا أجلس أكتب كل دعواتي في ورقة وأقوم أقراها في الورقة، القلب حاضر ولا النفس حاضرة ولا استشعار للدعوة دعاء ولا صدق؟ بالله عليكم وأجلس أقرأ ذاك الدعاء، ما ينفع. خلي القلب الذي ينطق بالضبط كما قالت مريم، خلوا القلب الذي ينطق، خلوا القلب الذي يتحدث، خلوا الشعور الذي يتحدث، خلوا الشعور هو الذي يصرخ من الأعماق، الشعور وليس الصوت، وليس الصوت، خلوا شعوركم واضح. عندها ماذا؟ عندها أيوة، عيشوا السعادة، عيشوا الفرح، عيشوا استمتعوا بهذه الأيام القادمة. نسأل الله تعالى أنه يبلغنا. والله من يوم الأحد يعني حادث شنيع، وأنا رايحة إلى الجامع لإلقاء محاضرة، حادث السيارة يعني متحطمة تماما، شكوا والله العليم أن صاحبها متوفي. فبالله عليكم ألم يكن هذا الشخص يرغب في أنه يستقبل رمضان؟ أكيد
ولذلك اعتبروها موسم. عفوا، في حاجة اسمها مواسم لا نضمن أن تعود، خلاص إذن هو موسم. وعززي هذه الفكرة دائما، عززي إنه هذا موسم. والناس الذكية يعني تعرفوا، في ناس أعرفها، في ناس إيش تسوي؟ أول ما تنزل تنزيلات، تنزيلات تروح مباشرة مستغلة، يعني تضم فلوسها تضم فلوسها تضم فلوسها عشان الشيء اللي تحبه، وتنتظر وقت التنزيلات، موسم التنزيلات، وتروح مشتري الأشياء التي تريدها بأرخص الأثمان. ذكاء. ولذلك أنت أيضا ولله المثل الأعلى، أعطيك موسم الخيرات، انطلق فيه، شمر عن ساعديك وانطلق فيه، لا تجعل شيء يمنعك، فكن واضح. والوضوح هو أن لا تجعل لك كل يوم طلب، لا تجعل لك كل يوم طلب، كل يوم طلب، كل يوم شكل، 30 دعوة في 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 رمضان. ركز على شيء واحد، ركز على شيء واحد، ركز على شيء واحد، اسعى له واجعله يعني شغلك الشاغل. ولا أهم من أن تجعل أن يصلحك الله ويصلح لك شأنك، اجعل إنه هذا الله تعالى يبارك لك في ذي الأوقات. اطلب من الله تعالى إنه يبارك لك في هذه الأوقات. نعم، ادعوا بالأدعية الجامعة، كونوا أذكياء. ليس المهم أن تذهبون شالين هذا ومسوين هذا وهذه، ما في شيء. لكن مكة كما يقولوا كلما تارس بحارة. نعم، نسعى للغايات ستأتينا الرغبات، وإن كانت غايتك الله فاعلم أن الله هو رب الغايات ورب الرغبات يأتيك بها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم كما بشرتنا اليوم بهذه الأمطار وبهذه البشائر الطيبة يا رب، بشرنا ببلوغ رمضان، وأعنا يا رب أن نكون فيه من الصائمين القائمين العارفين بحقك يا رب العالمين. وفقنا ويسر لنا أمرنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.